بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وسلطان عمان هيثم بن طارق الوضع في قطاع غزة وجهود إيقاف الحرب وإدخال المساعدات إلى جانب التطورات الإقليمية، وناقش الجانبان سبل دعم وتعزيز العمل المشترك للدفع باتجاه إيقاف الحرب في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كما ناقش تعزيز العمل المشترك بشأن مختلف الملفات الإقليمية.